السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المتابعين، نرحب بكم مجددا في صفحتنا فاير فايتنج أكاديمي، لنواصل معكم الحديث عن الـ NFPA 2001 الخاص بأنظمة مكافحة الحريق بواسطة الكلين ايجنت، الوسائط النظيفة حسب الـ NFPA تقدمت رياض فاضل النجار. نحن الآن في الجلسة الخامسة من المحاضرات، تكلمنا عن مقدمة، تكلمنا عن مكونات، تكلمنا عن تصميم، وتكلمنا عن Local Application System، واليوم سوف نتكلم عن الـ Inspection, Test and Maintenance في الفصل السابع من الكود. في البداية نتحدث عن الـ Inspection and Test كمقدمة كبداية في الموضوع. الكود يذكر يبدأ يعدد النقاط المهمة في الفحص والاختبار، فيقول على الأقل سنويا يجب فحص النظام للتأكد من عمله بصورة مناسبة، ويقول أنه لا داعي لإجراء اختبار إطلاق للوسيط. طبعا الريبورت نتائج التست يجب أن تسجل وتحفظ بوسائط، إما بالورق أو بطريقة إلكترونية، ويجب أن تبقى نسخة منها مع المالك. أما في الاختبار النصف السنوي فيجب أن نراعي فيه كمية الوسيط والضغط ملء الأسطوانة، يجب أن يتم اختبار أو التشييك أو فحص هذه كمية الوسيط أو ضغط الأسطوانات القابلة لإعادة الملء. بالنسبة للهالو كربون، عند استخدام الهالو كربون فإذا لاحظنا انخفاض في كمية الوسيط مقدارها أكثر من 5%، أو انخفاض في قيمة الضغط مقدارها أكثر من 10%، عند ذلك لابد من إعادة الملء أو استبدال هذه الأسطوانات. أما بالنسبة للإنيرت غاز، بالنسبة للوسائط الغازات الخاملة الغير سائلة، فإن الضغط نفسه يشير إلى الكمية، فإذا لاحظنا هبوط في الضغط مقداره 5% فعند ذلك لابد من إعادة الملء أو الاستبدال. طبعا وعند وجود محابس أو مقاييس ضغط، فهذه المقاييس لابد أن تعاير على سنويا مرة كل سنة على الأقل، هذه المقاييس الضغط لابد أن تعاير. طبعا عند تحديد كمية الأسطوانة بواسطة تحديد كمية الوسيط داخل الأسطوانة بواسطة أدوات خاصة، فلا بد لهذه الأدوات أن تكون مسجلة للعمل مع هذه الأنظمة. بالنسبة لوسائط الهالو كربون التي تزال من الأسطوانات خلال الفحص والاختبار والتشغيل إلى آخره، فيمكن أو يسمح أن يعاد استخدامها أو يتم طرحها وفقا لقوانين البلاد طبعا الموجود فيها هذه الأنظمة، ربما تعاد استخدامها أو ربما تطرح وفقا للقوانين. بالنسبة للأسطوانات الغير قابلة لإعادة الشحن والتي لا يوجد فيها وسيلة لإشارة إلى الضغط، فيجب أن يتم فحص كمية الوسيط الموجودة فيها كل نصف سنة أو كل 6 شهور على الأقل. إذا كانت طبعا الأسطوانة فيها انخفاض في كمية الوسيط أكثر من 5%، عند ذلك لابد من استبدالها، طبعا استبدالها لأنها غير قابلة لإعادة الشحن. بالنسبة للهالو كربون كلين ايجنت، في الأسطوانات اللي تحوي هالو كربونات، طبعا هذه الأسطوانات غير قابلة لإعادة الشحن وتشحن بالوسط المصنع، فربما يسمح بطرح هذه الأسطوانات بطريقة حسب توصية أو حسب قوانين البلاد. طبعا لا يسمح بإطلاق الوسائط الهالوكربونية في الهواء الجوي، لا يسمح بذلك، طبعا لابد من طرحها طبعا وفقا للقوانين المنظمة أو القوانين التي تراعي مثل هذه الأمور. بالنسبة أيضا لوسائط الهالو كربون، فيجب وضع لوحة تشير إلى تاريخ الفحص
الوزن الصافي للوسيط والوزن الكلي مع الأسطوانة، الشخص الذي قام بأداء الاختبار. كل هذه المعلومات لابد أن تسجل وتوضع على ورقة متصلة بالكونتينر بالأسطوانة. وأيضا بالنسبة للإنرت جاز أيضا يراعى نفس المواضيع، لابد من تسجيل بيانات الاختبار ونوع الوسيط والشخص الذي قام بالعمل. كل ذلك لابد من تسجيله ووضعه بالقرب من الأسطوانة أو على الأسطوانة بذات نفسها. أما بالنسبة للأسطوانة ككونتينر تيست، فلا بد أن تختبر كل 5 سنوات على الأقل. هذه الأسطوانات تختبر وتفحص بالفيجوال انسبكشن. طبعا طريقة الفحص مشروحة في ال 49 سي اف ار، طبعا بعض المراجع الخاصة بمثل هذه الأمور. إذا لابد من فحص الأسطوانات كل 5 سنوات على الأقل. الأسطوانات التي توضع في الخدمة ولا يتم إعادة شحنها طبعا، كما أن أيضا يتم اختبارها كل 5 سنوات، ولكن وأيضا يفضل طبعا كل 2 أو 3 أو سنة إذا كان ذلك مسموحا. إذا كان ذلك مسموحا طبعا الاختبارات لابد أن تراعي عدم وجود أضرار في جسم الأسطوانة. والفحص البصري يتم حسب هذا الستاندر طبعا، إلا إذا كانت الأسطوانة خالية. طبعا أيضا من الأمور أن الشخص الذي يقوم بالاختبار لابد أن يسجل النتائج طبعا على الريبورت، على مثلا إما صف أو ورقة خاصة أو سجل خاص من التسجيل. لابد أن يسجل نتائج فحصه لهذه الأسطوانات طبعا، ونسخة كاملة يتم وضعها وتسجيلها وإبقاؤها مع المالك طول فترة حياة أو طول فترة عمر الافتراضي للنظام. طبعا إذا كان الفحص يبين لنا أن وجود ضرر بالأسطوانات طبعا يتم إجراء اتخاذات إجراءات اختبارات إضافية أو أمور حتى يتم تصحيح الوضع، مثل استبدال أسطوانات أو أي أمور أخرى. بالنسبة للهوز المتصل مع هذه الأسطوانات، مثل هذا الهوز الموجود في الصورة على اليسار، فأيضا هناك توصية من الكود بالنسبة لاختبار هذا الهوز. فيتم فحصه كل 5 سنوات على الأقل، يجب فحصه كل 5 سنوات. طبعا يتم فحصه عند ضغط يعادل مرة ونصف من ضغط الضغط الأعظم للأسطوانة عند درجة حرارة تقريبا 54.4 سيليسيوس. والفحص وفقا للنقاط التالية، يتم إزالته من المكان المركب فيه ووضعه في مكان آمن، ويتم ملؤه بالماء، وبعد ذلك يتم اختباره بحيث يوصل لضغط اختبار خلال دقيقة ويفحص خلال دقيقة طبعا. ويتم مراقبة هذا الهوز خلال هذه الطريقة خلال هذه الدقيقة، ففي حال وجود أي دمج لابد من الاستبدال طبعا. وبعد الانتهاء من الاختبار يتم تجفيف هذا الهوز، وفي حال الرغبة في تجفيفه بسرعة مثلا باستخدام الحرارة، فلا بد أن تكون درجة الحرارة حسب توصية الصانع. الهوز الذي يفشل في الامتحان في الاختبار يتم استبداله، والذي يتجاوز الامتحان لابد من وضع علامة تشير إلى تاريخ الاختبار. طبعا كل 5 سنوات لابد من إجراء الاختبار. أما بالنسبة لفحص الحيز، فحص الفراغ الانكلوجر، فأيضا يتم فحص هذا الانكلوجر كل 12 سنة لتحديد هل مثلا تم حدوث أي مثلا فتحات في هذه الجدران هذا الحيز. هل هذه الفتحات يجب إغلاقها، يجب فتحها، يجب التعامل معها بصورة معينة. هل مثلا حدث بعض التغييرات داخل الحيز، مثل إضافة بعض القواطع، مثل مثلا فتح غرفة إلى غرفة مجاورة. كل هذه الأمور لابد من أخذها بعين الاعتبار طبعا عند فحص الانكلوجر، بحيث أن النظام لابد من أن يعطي الكفاءة العالية عند تفعيله. الانكلوجر أو الحيزات لا داعي لاختبارها كل 12 شهر طبعا، إذا كان هناك في برنامج مراقبة وتحكم موجود لمثل هذه الأمور في المبنى. بالنسبة للمينتنانس الصيانة،
كصيانة النظام ككل، فإن النظام يجب أن يبقى دائما في حالة التفعيل والتشغيل، طبعا في الحالة المثلى للأداء الأمر المطلوب منه. طبعا أي شيء يحدث للنظام سواء تفعيل أو خلل أو صيانة أو غير ذلك من الأمور لا بد من أن يسجل تقرير يحتفظ طبعا إلى الجهة صاحبة أو الجهة المختصة أو الجهة صاحبة العلاقة. طبعا أي وجود أي خلل لا بد من تصحيحه بشكل مباشر. طبعا أي فتحات موجودة في الانكلوجر لا بد من إغلاقها مباشرة طبعا، وهذه المادة المستخدمة في الإغلاق لا بد من أن تحافظ على الفاير ريتد لهذا الانكلوجر، مثلا الانكلوجر ساعتين فاير ريتد، فلا بد من المواد المستخدمة لإغلاق الفتحات أن يحافظ على هذه الساعتين من الحماية. ننتقل إلى فقرة التوصيف الكود فيما يتعلق بالصيانة. هناك 19 فقرة ذكرها الكود طبعا كتوصية ودليل للشركات من أجل للمصنع طبعا من أجل صيانة الأنظمة. النظام ككل يتم تشيكه فيزيائيا طبعا، ويتم طبعا فصل النظام قبل بدء الاختبار، فصل من أجل عدم إطلاق الغاز. أما الخطورة أو الحيز فأيضا يتم مراجعة الحجم والفتحات الغير قابلة للإغلاق، يتم مراعاة كامل الأمور فيما يتعلق بالحيز التي ربما تؤثر على جودة عمل النظام. الدارات المراقبة يجب أن يتم فحصها، لوحة التحكم يجب أن يتم فحصها، فحص كل الوظائف الموجودة فيها. بالنسبة للباور سبلاي لا بد من التأكد من المسارات والبريكرات والفيوز والديسكونكتس، كل الأمور لا بد من التأكد منها. الباور الاحتياطي أيضا نلاحظ ويتم الفحص البطارية وعمر البطارية والتشيك عليها ومفتاح التنقل وكل كل الأمور. طبعا في حال وجود الجنريتور يتم صيانة هذا الجنريتور. بالنسبة للكواشف يتم فحص الكاشف للتأكد من عمليته مهما كانت نوعه، الهيت سموك أو غير ذلك من الأمور طبعا، سواء كان كهربائي أو كما سواء كان هوائي، يتم طبعا هواء بنيوماتيك تايب، كل الأمور لابد من تشييكها للتأكد من عملها بصورة فعالة. التايم ديلي الوقت المتأخر أو تأخير الوقت طبعا يتم فحص هذه أو اختبار هذه الوظيفة، يتم التأكد من الزمن زمن التأخير، كل هذه الأمور لابد من التأكد منها. الألارم الإنذار أيضا يتم تشغيل الألارم والتأكد من عمله بصورة فعالة سواء الصوتي أو الضوئي في حال وجود محابس تنقل، طبعا في حال مثلا استخدام النظام لمكافحة أكثر من خطورة. أيضا يتم اختبار هذه الوظيفة للتأكد من عملها بصورة فعالة. ريليز ديفايسز الأدوات التي تطلق الغاز طبعا يتم تشييك طبعا الأدوات التي تطلق الغاز بعد أو التي يتم استخدامها لإطلاق إخراج الغاز بعد إطلاقه من الغرفة. يتم أيضا الفحص والتأكد من عمل أو من جودة هذه الأمور. أدوات أجهزة إغلاق الأكوبمنت شت داون، إغلاق الأجهزة الموجودة أيضا يتم تأكد من هذه الأمور واختبار هذه الوظيفة. بالنسبة للمانيوال ريليز أيضا سواء كان ميكانيكيا أو كهربائيا أو بنوماتيكيا، فلا بد من إجراء كامل الأمور للتأكد من العمل من عمل هذه الأدوات بصورة فعالة، اختبار كافة الأمور المتعلقة بمثل هذه الأمور. أيضا فحص مفتاح التنقل بين الأسوان الأساسية والأسوان الاحتياطية طبعا لابد من التأكد منها. المواسير التثبيت الجيد، حالة المواسير هل هناك أي مثلا تآكل في المواسير. السبورت يتم التأكد من السبورت. بالنسبة للنوزل أيضا يتأكد من اتجاهها والفتحات وأيضا الفوهات الفوهات الأورفيس، يتم التأكد من النظافة من كل الأمور المتعلقة بعمل النوزلز بصورة فعالة. أما بالنسبة للسلندر فأيضا يتم فحصها فيزيائيا للتأكد من عدم وجود مثلا التآكل، يتم اختبار التشييك على الوزن، يتم التشييك على التثبيت الجيد، يتم التشييك على الفحص الهيدروستاتيك كل 5 سنوات كما ذكرنا.
كل الأمور لابد من أخذها بعين الاعتبار. طبعا عند فحص الأسطوانات، الاختبارات كما ذكرنا، الاختبارات لابد من تسجيلها وإجرائها حسب كل نوع من سواء كان من الأسطوانة أو الهوز، يتم تسجيل هذه الأمور وفقا للتقرير. طبعا بعد الانتهاء يتم إرجاع كل الأمور أو إشغال إعادة النظام إلى ما كان عليه، وأخيرا يتم إعطاء شهادة بأن النظام أنهى المينتنس أو الانسبكشن، وأنه لابد أنه جاهز للعمل بصورة صحيحة. طبعا بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بإجراء الفحص والاختبار، أو بالنسبة للأشخاص المتواجدين في موقع الحماية، لابد من تدريبهم للتعامل مع النظام بصورة فعالة في مختلف أنواع التدريبات، سواء التدريبات على الصحة والسلامة، سواء على تدريبات الهروب. طبعا يتم المراعاة، طبعا تشييك الحيز، الفراغ، الممر المؤدي إلى الحيز. كل هذه الأمور متعلقة بعمل النظام، أو سواء بالأمن والسلامة، إخراج الأشخاص، خطة إخلاء الحرائق، إخلاء المكان، كل ذلك لابد من التدريب عليها طبعا لحماية الأشخاص وأيضا لأداء النظام بصورة فعالة. ولعلنا نقف على هنا ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في جلسة أخرى، نستودعكم الله. لا تنسوا مشاركة الفيديو، ننتظر آراءكم لتحسين الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.